صدقني يا سيد حجوردي كسو وريتين مالنتي اي سومالا نصو نقطه مدح بنانه ده 18 مي ايا سوين لو خوساي مغالدا عينبا اي حرونتو غوبل قصرار مناسبه ان قيمها لا يا وحانو كلا حارين شعب كلا دون دغمده عينبا غوبل قصرار وحانا مالنتن سوين غو دخ مقدو وزارده كو يالا غوبل كا سيده كلا وزارده حبرشده كرده كلا دون اي كجيرن غوبل قصرار مامولكا غوبل كا يسو كلا دغمده عينبا وزيرده وزارده عدالده سلبان ورسمه غولد سيده كلا وزيرك وزارده دينتي عقافت سومالان محمد حاجي آدن علم إيه سيدو كلام مدح كلاي أو قوبتا كهد لي لقو حسي يحسك مالين تاي ديمي أي وحي شعبك هو تصال أيان مالين تنقران يستهي تونك مي وحان هادلو دي كمي دها سلام يا تدو إلى هرهير عينا ما يبعدك أو تاغن سيدو يتبقى عشبا ديار قراب كتيري يبعدك صاصة عضي أو ديارة سنو أنت سنت قولة سنحة سنطران جمهوريه سومالان مرك اللواد وحشونا وين يا وفت ظهر قرن إيروجا تبي إقلا وسيرة إلا يا هرجيسا إيروسو تعتيلي إيرو يبي سا إيروجا قيب قران وين أنت مال أنت أيدين مي وعلى رأي سنة جورا دي صدح يا صدرات يا إنه قلي سو نبت جلي يا بينه فوق قلي وين وعكم عاصدة أو صو شرفتين وعكم هتنتي قبل عيني واق كم هتنتي قرن كات هاي مركو هروح حنو هم بليين هنا قبل كجبلي هذا لود العسيو وحنو لنا وح قبستين وح ليس وح لنا هم بليو قبل الله كان الله وح بليين هنا أنا ملح ويا وحنو لنا هاي وحنو لنا هاي ملح ويني هاي لا قف وخصونا نقوم بوا وحكها مر لبعد بوك النوبان قبل ولا من بيلبكو عيني هاي مر لبعد بوك النوبو علي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أنت وحالك كم وقتا تعبك يا دلالك يا جهدك يا نقلني مناسبة ما أنت استديو تبارك عشان سوتني أي حالك كم وقتا وعن ذوق أمبلين يا مناسبة استديو تبارك ما يوجد وحوي يا قبل كسرار وكتب سيا وراك فربنا أيوة يوم حنا ذي كسم تيا وحوي يا فر فرعوني فربنا دولة دولة قابل سيا iyagoo dawladda dadmooyaan meel kale u jeedin aad iyo aad baan ugu dhin ku mahadcelinayaa waxa yaraa yara tabanaysaana waa la dhameynayaa aad waxaan ugu soo salaamayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi maanta waa maalin aynu gacmaha isu haysano haddii aynu nahay mucaarad iyo haddii aynu nahay muxaafid iyo haddii aynu nahay shacab iyo haddii aynu nahay madax iyo minjaba waa maalin qaranka aynu taaganahay weeyaan maanta kale waxa la doonayaa inayna xasuusiso laba qodob oo kaliya taa qodobka koowaad waxa weeyaan dadkii dalkan u soo halgamay ee u soo dhaawacmay ee u soo xaaliyada dalkan wuxuu soo qabtay qodobka labaad ee la rabo inayna xasuusiso waxa weeyaan horumarka iyo dawladnimada aynu gaarnay 33 sanadood ee aynu la soo noqonay madaxbanaanida dal aan qarankeena gobolnimadii aan codsanaya marka labaad waxaan u hambalyeynayaa oo aanan ka xumayn haddii media laga hadlo dadka qaar baa wax yar qoonsaday gobolka Gabiley haddii gobolnimadii loo ansixiyay ee walaalahayaa waxaanu leenahay anagoo gobolka Sanaara aad iyo aad baan idinku hambalyeynaynaa Allaha idin siiyay aanu leenahay annaga tayada nagala shaqeeya kama xumin waxa idiin kornay qodobka labaad waxaan u hambalyeynayaa bulsho weynta Soomaaliland oo dhan wasiirada nagala soo qayb galay xaflada 18 May ee gobolka Saraar aad iyo aad iyo aad baan iyaga iyo madaxda kale ugu mahadcelinaynaa intaas waa mahadnaqii iyo dadkii soo baxay iyo isxilqaankoodii iyo mahada la soo koobi karin waanu leenahay waan da sharafteen Allaah idin sharfaanu leenahay qodobka ku xiga sidii cuqaashii horeba sheegtay waxa gobolka Saraar ka guuxaya waxa la wada og yahay ee jamhuuriyadda Soomaaliland oo dhan laga hadalhayo inuu gobolka Saraar yahay gobol istaahila in gobolnimadiisa la ansixiyo aad iyo aad baan idiin soo dhaweynaynaa qodobka labaad waa qodobka reer caynaba ka hadlayo horta marka ugu horeysa ha la wada dhegaysto horta reer caynabe waa kulmiye
وسو كل مية منهن وسو كل مية منهن ماذا هو إني عد خيال واقع قبل كان وحوكس أنتي هاي كل مية وحوكس أنتي وحنكوهم بليان ماذا هو إني برمامج كده دورة شرعة كده وعدين لقرا دورة دلك دورة شغله أذبح نكوهم بليانا وحنكوه بالغادينا إن حكومة دورة نكوه بالغادينا للي يرى الخير شمال لجودهن للي يرى قبل كسرار جارهن وحنو لا نهاي جعنا درك نكو دفاعنا جعنا وحبي نكو براينا تكاله وحنو وضيع شهورة ما أنت أنت بلدك إنه رجيك كاني وحنا وايد إنتن وحنا وايد جبوبين وانت لك السينور اللي تشوكتا للي يرى يدلك هو اللي قصه دولي ما توا مالتا اللي قارك ما دفعنا قارك ما دفعنا والسلام عليكم لا يا هاي وحوي وهمبليو وذهان قارك سومالي الان قارها بلشوط قبل كسرار وحنا يا همبليو انت اكدب انه وحين تشوكنا يا قبل هذا xaalada ka jiraan waxa weeye horan aynu waajibaadkeena uga gudanay waxa weeye dadka bulshada gobolka Sanaan codsiga ay dirayaan ma bay xaq u leeyihiin laakiin waxa ka horaysay inuu baahanahay waxa weeye de gobolka wad maqlaysay oo waa leenagu haysta rag waaweyn oo ismaaba laha aan caynaba waxa weeye hadal baanu ku doonayna hadaanu hadalku weynaan cod aan xog baanu ku qaadayna waxa weeye markii hore weyn difaaceeda u diyaar garowna difaaceeda iyo difaaca qaranka weyn u diyaar garowna oo waxa weeye inuu u diyaar garowna inuu sida mar walba aynu diyaarka u ahayn imanka aynu si laba jibaara difaaca qaranka runtii iyaguna ku suntan waxaan kale iyagana u mahadcelinaya dhamaan ciidamada kale iyaguna abniga iyo ilaalinaya security-ka oo ka mid yihiin police-ka iyo asluubta damdamiska immigration-ka iyo sirdoonka oo runtii qarankeenan halboolo badan u ah aan run ahaantii maalinta 17 May waa maalin nagu qaaliya oo qarankeenan uu soo galay tacab badan iyo dhiig badan iyo dad badan oo naafoobeen waxa tacabka loo soo gelinayay inay xurriyad ku noolaadaan wax ku bartaan nolol wacan ku sameystaan ganacsi ku meystaan culimadu wax barto shacayirta islaamka ka muuqato halgankii la soo waday bilihiisi waa kaas oo waxaas ka muuqda ka rajaynaynaa in sanadaha soo socda ictiraaf aynu helno iyaga ayaa yiri dib uga baa lagu sameeyay unitygiina uu shaqeyn waayay Soomaaliland xurriyadeedii bay 37 sano kadib dib ula soo noqotay waa taa reer caynaba u soo istaateen waa taanu adduunyada u sheegayno waa ta runta ah beentu runta ma gaadho ummadda dooqeedii iyo doorashadeedii waxay doonaysa gobollada Soomaaliland dhan bay ka cabirtay waxaa leeyahay quraanka ay ku quuso Cabdishakuur Cabdiqaadir oo ciyaalkaa taleefannada u soo diraysa lahayd way raacayaana kuwaana isaga har anaga dhalay xoogaa baa laynaga helaa ku shubashaa oo Facebook ka hadla ilaahay iyagana soo hadeeyo hebel iyo hebel oran baaye anka ugu horeeya amniga iyo qarannimada 18 May gaadideeda barwaaqada iyo bashbashka aqoonta iyo waxbarashada waxa Ilaahayna siiyay waxaynu uga mahadnaqno waxaan aad iyo aad uga mahadcelinayaa bulsho weynta kala duwan ee gobolka Saraar sida muuga iyo miisaanka macnaha leh ee ay uga soo qayb galeen ee u nooleeyeen qadiyada ay aaminsan yihiin ee ay dadkoodii iyo waalidkoodii iyo waxgaradkoodii iyo qaranimadoodii iyo naftoodii iyo maalkoodii ma u hureen midhihii ka soo baxay maanta iyo ilaashigeeda inay isugu yimaadaan aad iyo aad baa lagu hambalyeynayaa waa ogtihiin waftigii madaxweynuhu hoggaaminayay ee 1 January tagay Ethiopia heshiiskii badda markii ay la soo galeen waa ogtihiin
تهين على ود الدد بدل إنه قاضي أو كونفروجو وينتهي أو دلال كلا كتيران وأكتهين على ود نيرو قاضي محايو كتشيدان محايو كتشيدان وحايو كتشيدان إن إنك عليان قميسي هراء أي سومال لو جيسي لها إنك معليو وحيكحويهين وحيكحويهين نشاطك يا علنك يا وحبر الشدة يا أمنك يا هرمك أي ندكده إني يا دبده إني يا عيد مده إني يا جناسك إني يا وحبر الشدة إني يا لاميه إني يا ودوين كإني أنت سمو قتي حمر جرم ويدي مدح ويدا هذا مساتك قد بضين يو وسيرة ذو بابور تود كعر ريان اللي يرتقب على سارة أولي بحجاب الله حدا وحوي انتاس ايه كحوين عبد الرحمن بشاله تلفشين قعود كبري افريكا مقالة دعينا با كان هو بريمير ولد لعبه قدر صاحب كهذا وهو اديه ميل كستا كو بحبي لشا قدر هنا لقاقه صدر ميل والبا كمامولو اكون كهذا ايكار كهذا بريمير بانك لسو دقمانتا او كو ماري كون هرمري نلو شاهده نقالي بريمير ولد